اول حاجة معايا نص كوباية من اللبن الدافي او الحليب، معلقتين كبار من السكر، حباية من البيض، ربع كوباية من مادة دهنية، انا حاطة زيت على زبدة، ممكن يبقى زيت ممكن يبقى زبدة اللي احنا حابينه، معلقة كبيرة من الخميرة الفورية، معايا رشة من الفانيليا، علبة من الزبادي الصغيرة. هخلط كل المكونات دي كويس جدا مع بعض. دلوقتي خلطت المكونات، هنزل بثلاث كوبايات من الدقيق، طبعا لو احتاجنا هزود. دلوقتي بقى هلم العجينة وعجنها كويس جدا بايديا، هشيل السباتيولا. شايفين المكونات مظبوطة جدا، ما احتاجتش دقيق، طبعا بيختلف من نوع دقيق للتاني، ممكن واحنا بنعجنها تحتاج شوية من السائل او شوية من الدقيق، فطبعا حسب العجينة في ايدي انا بتعامل على اساسها. هعجن بقى كويس جدا مدة ما تقلش عن الخمس سبع دقايق. دلوقتي العجينة بتاعتنا بقت جاهزة بالشكل الجميل اللي احنا شايفينه ده كده، شايفين ما بتلزقش خالص في الايد، عجنتها كويس لحد ما بقت ناعمة. دلوقتي بقى هنغطيها ببلاستيك راب ونسيبها في مكان دافي تتخمر براحتها. العجينة بتاعتنا بعد ما اتخمرت اخدت تقريبا نص ساعة، شايفين بقى قد ايه تحفة. دلوقتي بقى العجينة بتاعتنا نقطعها كور صغيرة ونحاول نخلي الحجم متساوي على قد ما نقدر. كده قطعت كل العجينة اللي معايا وكورتها كور بالشكل ده كده، كلها حجم متساوي. دلوقتي هاخد اول واحدة كورتها هبتدي افردها بالشكل ده كده، هخليها مدورة على قد ما اقدر. كده فردت الكور بتاعتي، رشة بقى كده بسيطة من الزبدة طبعا السايحة. انا عملت كذا طبقة، هحط الطبقات فوق بعضها، وكل طبقة احطها هرشها بالزبدة بالشكل ده كده. هحط خمس ست طبقات كده على بعض طبعا زي ما احنا حابين بالشكل ده. دلوقتي حطيت ست طبقات بالشكل اللي احنا شايفينه ده كده، هسيبهم بقى على جنب يرتاحوا علشان لما اجي افردهم يتفردوا معايا بسهولة، واكمل باقي الكور اللي معايا كده. بعد ما خلصت التلات الرولات اللي عندي هاخد اول واحدة لان هي اكتر واحدة ارتاحت معايا عشان تتفرد معايا بسهولة، شايفين شوية كده ضغطة بايدي على نفس الجهة دي. بعد كده هقلبها، مش عايزة ايه تبقى واحدة صغيرة واحدة كبيرة، هحاول اقلب يمين وشمال عشان كله يكون متساوي. دلوقتي كده بالمردنة بتاعتي بقى هحاول افرد بشكل دائري، وزي ما قلنا هقلب كل مرة العجينة عشان اللي تحت ما تبقاش صغيرة واللي فوق كبيرة بالشكل ده كده. فردت كده هرجع اقلب تاني، شايفين احاول اساوي على قد ما اقدر. دلوقتي قطعتها الدايرة زي ما انا عايزة، هقطعها بقى الحجم المثلثات اللي انا حباه بالشكل ده كده. هبتدي الف العجينة بتاعتي واشدها وانا بلفها كده بالشكل ده، بقيت بالشكل الامور ده. هكمل كل الكمية، هلف بالشكل ده كده واشد وانا بلف بالشكل ده، في الاخر هتبقى معايا بالشكل ده. دلوقتي بعد ما بلف الكرواسون بتاعي بالشكل ده كده، بأتني تانية صغيرة من الحراف بالشكل ده كده كده، وهنحطه في الصينية.
دلوقتي بعد ما شكلت الكرواسون بتاعي هسيبه بقى في مكان دافي يتخمر كمان مرة. كده بعد الكرواسون بتاعي ما اتخمر دهنة بسيطة كده من الزبدة، اللي حابب طبعا يدهن الوش بيض مفيش مشكلة، بس انا بس ما بحبش طعم البيض قوي، فهدهن دهنة بسيطة من الزبدة زي ما احنا شايفين كده، وحطه في الفرن على درجة حرارة 200 على الرف الاوسط. ده الكرواسون بتاعنا بعد ما اخد اللون الحلو الجميل ده، شايفين اللون تحفة يجنن من جوه ومن بره. وبكده الكرواسون بتاعنا بقى جاهز معانا، سهل وجميل وحلو جدا للولاد وهم بيذاكروا. انا عاملاه للولاد بصراحه، اوقات كده بيكونوا عايزين سناك وهم بيذاكروا، فقلت اعمل لهم شويه مخبوزات، وطبعا ما فيش احلى من الكرواسون اذا كنا هناكله بحاجه حادقه زي الجبنه او بحاجه مسكره زي النوتيلا او اي حاجه تانيه. كده بقى جاهز معايا بالشكل الجميل، سوري الصينية بتمشي لوحدها، بالشكل الجميل اللي احنا شايفينه ده. كده هنشوف واحدة من جوه مع بعض. العجينة طعمها وهمي، طعمها خرافي بجد، لازم تجربوها، حلوة جدا جدا زي ما قلنا. يا رب وصفة النهاردة تكون عجبتكم، واللي جرب الوصفة وتعجبه يا ريت تسيب لي رأيه في كومنت. ما تنسوش تعملوا لايك، واللي عجبه الوصفة يقول لي رأيه في كومنت. سلام.